لما اشوف حد محتاج صدقه ويقول لي عايز 25 سنت او 1 دولار ده بره ده، وانا عارف انه هيستخدم الفلوس دي في المخدرات او الكحول، لما اقول له اجيب لك حاجه تاكلها يرفض، ارشدني اعمل ايه؟ صلي من اجل ربنا يديني حكمه. لما تديلوش طبعا، لو انت متاكد ان هو بيستخدمها في الحاجات دي ما تديلوش، لو اديت له معناها انك انت او انك انت بتساعدوه ان هو يستمر في الخطيه. لا، لما يلاقي نفسه مش قادر بقى يقدم توبه لربنا والكنيسه كلها تقف جنبه يعني، لكن كده ما تشجعوش على الخطيه. يعني مثلا لو واحد جاي يطلب بركه مساعده يعني، ولاقي في جيبه علبه سجاير اديله؟ لا، ما يستاهلش. لو اديته معناه انا بقول له روح اشتري سجاير واشرب تاني. يتوب الاول عن التدخين وهو اولى بكل ثمن سيجاره، واحنا نقف جنبه. ما نشجعش الناس على الخطيه يا اولادي. هو ايه الوقت المناسب لصلاه نص الليل؟ الساعه كام؟ يعني انا بصليها الساعه 11 او 12 مساء، بس عايز اعرف الوقت الصح، وكمان عايز اعرف ايه اللي المفروض اقوله من التسبيحه بعد الصلاه وشكرا. الله الله عليك يا بنتي. السؤال ده على فكره بيكشف لحضراتكم وليا ان في ناس عايشه ربنا بجد، وفي ناس حريصه انها مش بس تصلي باكر والنوم، لا بتصلي نص الليل وكمان بتصلي بعد نص الليل ايه؟ تسبيحه، جزء من التسبيحه. حاجه عظيمه على فكره بالمناسبه. مره واحد دكتور متجوز، كان عنده بنتين في الجامعه. هذا الرجل بالرغم انه كان عنده عياده وشغال في مستشفى ومشغول جدا، الا انه كان بيحرص يوميا كل يوم الساعه 4 الفجر او من 4 ل 4 ونص يصحى ويصحي مراته وبناته ويقفوا يعملوا التسبيحه مع بعض. هو يقول ربع هم يربعوا معاه، صدقوني يا احبائي. ومتجوز وعايش وعنده عيال، عشان ما حدش فينا يبقى ليه عذر يوم الدينونه. اللي عايز يعمل حاجه هيعملها، اللي عايز يصلي هيصلي. مش نتلكك وننام من غير ما نصلي، ونخرج من البيت الصبح من غير ما نصلي. شفتوا دي بتسال صلاه نص الليل تبقى امتى والساعه المهمه امتى؟ يعني ده في ناس احيانا بتصلي صلاه نص الليل دي الساعه 9 بالليل او 10 بالليل. لا مش صح، لا مش صح. انت زي ما انت بتقولي يا بنتي 11 او 12 كويس قوي. وبعدين حسب بقى توجيه اب الاعتراف، يعني مش ضروري تصليها كلها ثلاث خدمات، والا تبقى ضربه بيسموها ابانا القديسين اسمها الضربات اليمينيه. يعني تضربك ضربه منك انت بقى قديسه بتصلي، حسب ما اب الاعتراف يقول لك مثلا صلي الخدمه الاولى بس، او صلي الخدمه الثانيه بس، او جزء من الخدمه الاولى. لانها كذا 22 قطعه، صلي مثلا ثلاث قطع من الخدمه الاولى والانجيل والقطع الاخرى. حسب توجيه اب الاعتراف انه مختبر ومر بالامور دي ويقدر يديك الارشاد اللي يقدر يناسبك وتستمر عليه وتنمي فيه. ربنا يبارك لك. اما بالنسبه للتسبيحه قوليها بالعربي، لانك انت بالقبطي هتاخد منك وقت طويل قوي، لكن بالعربي مع احتفاظ بالنغم الى حد ما ممكن تقوليها، مش ضروري كل اسبوع لان مش هيبقى كل يوم، مش هتقدري تواظبي. لو كنت متجوزه جوزك هيكره الكنيسه واللي بيوديك الكنيسه، حسبيه بقى تقعدي تعملي لي مش رهبه، مش رهبه طبعا يعني. فانت بس لو كل اسبوع مره تعملي التسبيحه ديت يبقى كويس قوي، بس برضه في وقت ما يتعارضش مع ظروف جوزك، في وقت ما يتعارضش مع ظروف جوزك عشان ما تكونيش سبب عسره ليه. ربنا يبارك حياتك ويجعلك بركه لغيرك.